معنا سي مختار الجلالي القيادي في التحالف الديمقراطي والوزير الأسبق. سي مختار صباح النور، مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة الصباحية. أنتم في التحالف الديمقراطي أطلقتوا مبادرة للخروج من الأزمة الحالية وحق دماء التونسيين، ومن أبرز يعني النقاط هي استقالة الحكومة وكذلك تشكيل هيئة توافق وطني وكذلك حل روابط حماية الثورة، وكلها مطالب اليوم تعتبر مطالب مشروعة وتنبض على الأقل مطالب الشارع. في المقابل حركة النهضة أصدرت البارح بيان، هي وعدد من يعني من الأحزاب وما سمي بشخصيات الوطنية، هي بعض شخصيات الوطنية الموالية لحركة النهضة في نهاية الأمر. في تقديرك كيف قرأت بداية البيان، بيان حركة النهضة؟ والله أنا قراءتي لما يحدث والتي خاضعة لبعض المقاييس ربما اللي كثير من الناس نسوها أو تنسوها. احنا في وقت توا نعيشه في وقت في تونس خايب وخطير، والمسألة ما عادش تتطلب تبريرات واجتهادات في غير محلها، تتطلب موقف وطني يعترف بالأخطاء، يعترف بالفشل، ويعترف بدقة المرحلة وبوجوب تقديم ما يكفي من التنازلات إن شاء الله تكون كبيرة، تكون عظيمة، تكون في حجم كبير ياسر. على الجميع أن يقدم ما يكفي وما يجب من التنازلات لتجنيب البلاد العنف أولا، وما قد يخشى، وهذه يجب نقولها باش الناس تعرف أنه ربما نقدم لا قدر الله على حرب أهلية في البلاد هذه، طالما تواصل التصعيد المقنع، تقريب أتان مقنع هو التصعيد راهو اللي موجود توا عنا. البيانات هذه لا تغني، لا تسمن، لا تغني من جوع، ولا تغني من جوع. جستمه البيانات هذه توا نوصف سياسة تبرير ما يحصل من أشياء سلبية، والله أشياء سلبية عار وسبب هو كذا 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 كذا، وتبرير ما لا يحصل من أشياء إيجابية زي كيف كيف ما عملناش كذا، والله على خطر عنا في علة كذا وكذا وكذا، وراه حصل كذا لأنه كذا، أو اغتيالات سياسية ألوف طالب وزير أول متاع جهاز قتلوه، جون كينيدي وما أدراس قتلوه، يا الله طب شذلنا واحدة وأمور وقعت في الستينات ولا في الثمانينات باش أنت تعملي بها في علة، وإحنا في إخي إحنا وصلنا درست أحسن، وصلنا درست شهاد، إحنا أرقى دولة تقريب في العالم، وصلنا درجة أمريكا بالتقدم العلمي والتكنولوجي وفي الاستقرار السياسي، احنا في مرحلة دقيقة ومفصلية وصعبة وتطلب معناها أقصى درجات الوعي بالوضع وأقصى درجات الاستعداد للتضحية. شو نجي تقول لي فهمتي تعمل لي في تبريرات، ومن جهة أخرى تقول لي أما أنا ولا الفوضى، شو الكلام هذا؟ أنا شخصياً لا أذهب في هذا، والحلول اللي قدمتها جل الأحزاب واللي قدمها التحالف الديمقراطي هي حلول ممكنة، وهي حلول، ولكن حلول تتطلب أولا وعي بدقة الوضع وصعوبة الوضع وخطورة الوضع، وتتطلب حد أدنى من الوطنية اللي خليك تتخلى على 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 عقلية الاستحواذ وعقلية السيطرة وعقلية الاستيلاء على كل مفاصل البلاد وعلى كل الأجهزة وعلى كل ما يهم المواطن. خمم على المواطن، هو السيد وزير الأول مرة أخرى قال نحن لسنا طلاب سلطة، جميع المؤشرات تفيد أنكم طلاب سلطة ومتشبثون بسلطة، شو لسنا طلاب سلطة وانت لا تريد أن تتزحزح قيد أنم له، وكأن السلطة هي غاية في حد ذاتها، هاي جبتنا الكوارث السلطة هذه، هاي ولا أولادنا وأبنانا وبالذات أكبادنا الله يرحمهم الكل ويصبر أهلهم يطيحوا كذبان، من ايش هذايا؟ مش مين ما كانش قبل ما تجي انت للسلطة، مهم يفو بوزي لي بون كيستيون صحيح، وعلاش شيء هذايا متواصل؟ لان نبه تعليق نبه الناس الكل مرة ومرات وعديد في عديد المناسبات ومن طرف عديد الأطراف وكتابة وخطابا وجميع الطرق والوسائل في الاجتماعات، يا ناس راهو عنا اخطار دائمة
الناس ماهمش هنا فهمتني، خلاو الجماعات الارهابيه تقول هذوما انصار الشريعه اللي هما ناس معناها العنف متاصل فيهم، خلاو هذوما التكفيريين، خلاو رابطات حمايه الثوره، وخلاو الناس واحد يقول هذوما ابنائنا، والاخر يقول انا يفكروني في الثوري، والاخر يقول نصبروا عليهم، والاخر يقول توا راهو عندهم ما يقولوا وعندهم ما يجيبوا لكم اضافه للمجتمع الى اخره. في الاخر النتيجه شنيا؟ انا وصلنا للدرجه هذه اللي عمرها ما وصلتها تونس في التاريخ. احنا راهو في التريجرات اللي وصلنا له توا عمره ما وصلنا له وعمرنا ما عشناه في تاريخ تونس. نعم. هناك تقول لي شنيا المبادره؟ شنيا هي المبادره؟ تو انا كي ما حد في ذهني حتى شيء خاطر يبقى جرون شوز في المبادره هذه. صحيح. وين حل الحكومه وتكوين حكومه مستقله؟ هو رأى يمكن من المفارقات سي مختار الجلالي بأنه يعني الشريكين الأساسيين في الحكم في الترويكا مع حزب حركة النهضة ما أمضاوش على هال البيان يعني البارح، وهذه من المفارقات العجيبة، بمعنى أنه كأنه النهضة قضت قضيتها بالسبير وبالتكتل، واليوم هذا تلوج على جماعة أخرين باش يعوضوا السبير والتكتل جوستومون. وعندها مدة داير تلوج عليهم، وما المفاوضات الدورة الجولة الأولى مع سي حماد الجبالي والجوله الثانيه مع سي علي العريض الا للبحث عن شركاء جدد، لانه الاخرين اهترى الحزبين الاخرين تهراوا ما عادش فيهم ما 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 توري، دونك يلوجوا على بديل، وهما هم فاقوا في المره الاخيره قال لك احنا زاد مع 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 استقاله الحكومه مع تكوين حكومه جديده. انما الشيء معناها نخليه الأهم ونمشيه للأقل أهمية. الأهم رانا في مرحلة صعبة وفي مرحلة خطيرة، في مرحلة ما يلزمهاش تتواصل على الطريقة اللي هي عليها. لكن أنت شاد صحيح باك يونغل في السلطة وفي الـ وفي الـ وفي الـ وفي, الـ وفي الاستيلاء على مخبرة الدولة، وباقي تستعمل في منطقة الغنى تحب تسيب حتى شيء، كل ليك انت تحب ماذا بيك الجيش ليك وماذا بيك الشرطة ليك والحرس ليك والإدارة ليك وكل شيء ليك، راهو مش ممكن. راهو حتى انت تدعي بالديمقراطية هذوما كلهم ليك، تقول لي ماكش ديمقراطي وانت لست ديمقراطي لانك في فكرك ماكش ديمقراطي. هذا يؤدي الى يعني الى ديكتاتوريه جديده. يعني من الاخبار الرائجه سي مختار في السويع الاخرانيه بانه هناك مصادر مطلعه افادت بانه قيادات في حركه النهضه فكرت في انها تتهم سوريا بالوقوف وراء الاحداث الاخيره، ويعني من خلال وضع بعض الاسلحه داخل مقر السفاره السوريه اللي نعرفه بانه مغلق منذ 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 اشهر. يعني اليوم هل انه في نفس وسمعنا برشا كلام على مؤامره خارجيه، مرات يقولوا الجزائر، مرات دول اخرى، مرات مخابرات بريطانيه ومخابرات امريكيه، هل نظريه المؤامره الخارجيه باش تكون اخر تعله يعني واخر خلينا نقولوا يعني ذريعه يعني لحركه النهضه في تقديرك؟ والله انا بديت ما عنديش علم بالحكايه هذه نتاع صفات سوريا، ولكن انا بديت خدك اللي النهضه تجتهد بالاساس في تبرير ما يحصل من اشياء سلبيه، تبريرات ما انزل الله بها من سلطان، وفي تبرير ما لا يحصل من اشياء ايجابيه كما التقدم الاقتصادي، كما تشغيل، كما رفع مستوى المعيشه، كما كذا، كل هذه تجيب بما تبريرات، ولكنها تبريرات كلها تحمل المسؤوليه لغير النهضه. معناها الناس الكل يتحمل المسؤوليه في الوضع هذا الا حركه النهضه تحب روحها هي صافيه لبن وما تتحمل حتى مسؤوليه حتى شيء. توا هاك قلت لي التبرير نتاع اخي سوريا لها في روحها، في سوريا تبعث لها الجهاديين وقاعدين تعبوا في الطيارات ومسؤولين في الحكومه وفي حركه النهضه يقولوا راهو الجهاد في سوريا مباح، ويقولوا هذوما اولادنا يحبوا يمشوا يجاهدوا، فما حتى سبب يخلينا نمنعوهم باش يجاهدوا. فهو انت قبل كحركه ذات خلفيه دينيه، والمفروض ما تكونش عندنا حركه ذات خلفيه دينيه، لان الحركات الدينيه ما يلزمهاش تكون حركات سياسيه، تكون حركات دعوية، تكون حركات تدعو إلى 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 الخير وإلى التحابب بين الناس، ولكنها ما تكونش حركات سياسية، لأن السياسة تلوث الدين، وما وكل ما يدخل الدين في السياسة أما من طرف ناس يتجروا به ولا من طرف ناس يحبوا يوصلوا للسلطة ولا ناس باش يلوثوهم ما يحموش فيه. كون سوريا رسول الله، سوريا بلاد في أزمة، يعني من الله بحال ناس
حرب أهلية توا الداخل وناس تتقاتل جايين هما لتونس باش يحطوا الأسلحة باش يعملوا باش يعملوا صار باش عاملوا ويعرفوا الأمور هذه الكل. راهو ثم أقوال العقلاء وصاروا عن العدد ثم حوايج نقولها وحوايج ما نقولوهاش لأنها تضحك أكثر من أي شيء آخر. أنا ما عنديش مانيش داخل في ألم غير شكون عمل له شكون ما عملش. أما وقت تقول لي أنت بس تفصل من المسؤولية أونكور أون فوا تقول لي راهي سوريا نقول لك سامحني سامحني السفارة نتاع سوريا كما قلت أنت مسكرة تو عندها معناها أكثر من من قرابة عام ولا أكثر من عام مسكرة السفارة السورية وكيفاش السفارة السورية تسكرها وتدخل فيها الأسلحة. اليوم أقوى حكومة في التاريخ كما وصفها رفيق عبد السلام تقريبا غير قادرة على حمايتنا احنا كأمنيا، بمعنى أنه نرقدوا على اغتيال نقوموا على لغم ونذكروا البارح كيف كيف العبوة الناسفة اللي توجدت في ولاية بن عروس. يعني اليوم هذه الكليكة ونشوفوا بأنه نفس اللغة الخشبية وكيف كيف نفس السياسة من عند حركة النهض. إلى متى ستستمر الأوضاع هكا سي مختار الجلالي؟ إلى أن يبيت كل الشعب التونسي وإلا إلى أن يعني تضطر قوى أجنبية للتدخل اليوم لحماية التونسيين من التونسيين أنفسهم؟ أنا نتصور اللي تم وفاق هو شبه مش عام وفاق كامل في الطبقة السياسية الكل والتحالف الديمقراطي داخل في الوفاق هذايا هو حل الحكومة. هذايا ما عادش فيه كلام وما عادش فيه حتى نقاش. لا تجتمع أمتي على ظلال والأغلبية العظمى من الشعب التونسي وما ننساوش اللي راهم اللي شاركوا في الانتخابات اللي طلعت ماذا هما 3 ملايين توانسة على 7 ملايين ونص واللي يقول لي شرعية نقول له صحيح شرعية واحنا مناش بعد فوضى ولكن شرعية أولا منقوصة وثانيا أساءت استعمالها وما هيش توفيض أبدي ولا أزلي لبقاكم في السلطة واللي تفعلوا ما تريدون ما تجدوش يستعملوا اللي تحبوا. الأمر الآن مش يتعلق بالتبريرات. احنا في موقف خطر في موقف يقتضي التضحية ولو أن النهضة حتى لو فرضنا جدلا وهو ليس صحيح أن النهضة عندها حق ما دام اجتمعت الناس على كلمة أخرى غير كلمة النهضة يلزمها تستجيب وإذا كان عندها حد أدنى من الوطنية ما عندهاش الكلمة هذه اللي عارف كلمة باتريوتيزم معناها ما نخدهاش ترجمة الوطنية الباتريوتيزم جستم اللغة العربية خذ الوطنية ما يدي ناسيوناليزم اي فهمتني نعم. أما, أما حب الوطن والتضحية من أجل الوطن اللي كان جات عندها النزعة هذه وجات عندها حب الوطن الحقيقة أي تنازلات ما تغلاش أمام مصلحة الوطن. البارح سعيد العريض شفناه بأنه تقريبا قام بعملية تهديد وعملية تجيش لقواعد حركة النهضة كأنه واليوم هذا ما وصفته به يعني الصحافة التونسية صادرة اليوم خطاب لرئيس حكومة النهضة لا لرئيس حكومة كل التونسيين. يعني تقريبا وقت اللي مشكلة اليوم من الناس اللي في الحكم بأنه عندما تختزل الحكومات يعني ومفهوم الدولة يختزل في حزب والحزب يختزل في شخص أو شخصين لهنا تكون الطامة الكبرى ولهنا لهنا ما يخلينا نقوله بيت الداء. يعني البارح كيفاش قريتها الكلمة متاع سيد علي العريث؟ والله الكلمة هذه ما هي كانت خيبة أمل بالنسبة للناس اللي كانوا ينتظروا فيها وأنا واحد الناس كنت منتظر في الكلمة هذه وقلت هذه نظرا للوضع الاستثنائي والوضع الصعب مش يجيب حل جديدة وبتخلي حركة النهضة تعي خطورة الوضع وتعمل تنازلات وتمشي مع التيار اللي ينبذ العنف اللي من شأنه أنه يقلل من العنف واللي من شأنه أنه يهدي من روعة التوانسة ويبعث فيهم حد أدنى من الطمأنينة ومن شأنه أنه يهدي كذلك من نزعات للعنف. لقينا خطاب أقل حتى من خطاب رئيس حزب ثم شكون قال لي كأنه خطاب رئيس شعب أقبل أنا مرقاش إلى مستوى المسؤولية المنوطة بعهدة رئيس حكومة وكان خيبة أمل لجل الناس اللي نعرفهم وكان ترد فعلهم هي نفس ردة الفعل لأنه تواصلت نفس الحكاية. إحنا لنا معنا حتى مسؤولية وراه المسؤولية من غيرنا وراه اللي عطلوا فينا ومن غيرنا وراه اللي حصل شفتوا لباراليزاسيون تقليل من قيمة ما حصل هذية هو
هو هو هو هو في حد ذاته غير مقبول، لانك ما تنقصش من قيمه ما حصل. هو مازال يتكلم، مازال يكمل الديسكور بتاعه ويذبحوا جنودنا شهدائنا من الجيش الوطني في الشعب. تو هذا كلام، شنو واجبك انت اللي قمت به للحيلوله دون هذا؟ هذه وقعت في وجودك، في وجود سي العزيز على رئيس، سواء في الداخليه او بعد ذلك في الوزاره الاولى في رئاسه الحكومه. تجي تو تقول لي راهو معناها تبرر العمليه هذه وما تجيش حتى جديد، الناس الكل خرجت في خفي حنين من الخطاب هذايا. يا اخي كونوا توانسه، حبوا بلادكم. اذا كان انتم عندكم نظريه تؤمنوا بالامه وما تؤمنوش بالوطن وبحدود جغرافيه معينه، راكم عندكم بلاد فيها علم وفيها ناس من النهضه ما يؤمنوش بالعلم التونسي، وقال لك ما تعلقوش العلم التونسي، راهو ثم امور ذات اساسيه لابد من مراجعتها. ايش معناها من العلم التونسي ده؟ عندنا علم اخر غير العلم التونسي، عندنا رايه اخرى غير الرايه التونسيه، ولا باش نوليو نعلقوا الرايات مع بعضها ونحطوا راهو ما نخلطوش للكتوار. راهو الان الحس الوطني وحب البلاد هذه يلزم يخلي اي بشر نهضه ولا غيرها تعمل كل ما في وسعها لتفادي متواصل الارهاب، لتفادي الخسائر البشريه، لتفادي الخسائر الاقتصاديه الهامه اللي توا باش تصير التركيسيون تاعها راهو بعد بضعه اشهر باش تحسها الناس. ولتفادي خاصة تقسيم الشعب والمجتمع. وقت يجي باش يجي ناس هو مش قرى واحنا زاد نجم ونجيبه، زاد ايش تحب انت؟ تحب يلتقي الجمعان؟ تحب يلتقي الجمعان؟ تحب نوليه حرب أهلية؟ هذه هي الرغبة، معناها إصراركم على السلطة وعلى البقاء في السلطة يخليكم توصلوا بالشعب التونسي للحرب الأهلية. هذه هي الوطنية. أنا نعتبر اللي يقبلوا حل الحكومة يقبلوا حل الحكومة مبدئيا معناها ومدير نقاش وتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة على أن لا يدوم ذلك دهرا، ويلتزم المجلس التأسيسي بإتمام الدستور بمعايير مش كما هي كما 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 يجي زاد بمعايير هيئة خبراء باش ما تدومش العملية هذه، ويكتفي بإتمام الهيئة العليا المستقلة. والضمانات شنية سي مختار جلالي؟ الضمانات شنية في كل مرة نحكي الضمانية هو أول ما شيء يبدأ المجلس الوطني التأسيسي بتغيير القانون الاساسي المنظم للسلطه العموميه، يحدد فيه انه ماهوش ما عندوش نظر على الحكومه الجديده باش يسحب منها ثقته ولا لا. اولا لان احنا عملنا قلنا ثم لجنه اخرى نتاع رؤساء الاحزاب والمنظمات تكون هي اللي تعمل بالموازاه مع الحكومه الكفاءات، تكون يعني كهيئه رقابيه ويعمل القانون الانتخابي ويكمل الدستور بمعيه لجنه خبراء. هذا هو اللي يكون دوره. فماش مراقبه الحكومه انه ثم الاحزاب السياسيه والجمعيات كبرى الجمعيات يكونوا في مجلس موازي للحكومه، والحكومه هذه تتمم وتامن المرحله الانتقاليه الى حين انتهاء الانتخابات وافراز مؤسسات دستوريه ممثله حقيقه للبلاد. نعم سي مختار جلالي، الوقت للأسف داهمنا، نحب نخيل لك كلمة ختام، رسالة توجهها للطبقة السياسية في تونس وكذلك للشعب التونسي، شنو تقولوا اليوم للتوانسة اللي محتاجين إلى كلام عقلاني حقيقة؟ أنا والله حسن أنا نحب نقول للطبقة السياسية طموحاتكم الذاتية الشخصية وطموحاتكم الحزبية وحساباتكم مهما كانت أهميتها خليوا على جهة في اللحظة الحاسمة هذه، وخموا على المصلحة العليا للوطن، وعلى المصلحة العليا للوطن لا غير. نحيوا الأمور هذه الكل وخموا في خموا في هذه، راهو الحل غير ماهوش مستعصي الحل، راهو الحل ممكن، إنما إذا وهذه نقولها ربما الناس تضحك، إذا صدقت العزائم، لكن العزائم ماهيش صادقة. في النهضة وفي جزء من ترويكا وفي هذه الترويكا الجديدة اللي قاعدة تتكون العزائم مش صادقة، لأن نزعات التقسيم الغنيمة ونزعات الحصول على 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 مناصب والحصول على إمكانيات أخرى
والاستيلاء ولو جزئيا على الحكم هي اللي طاغية. لذا نطلب من الأحزاب الكل وخاصة من الأحزاب التي في الحكم أن تتقي الله في تونس وأن تترك جانبا جميع الطموحات الحزبية وأن تهتم بتونس. الشعب التونسي نطلب من الشعب التونسي أن يكون صفا واحدا ضد الإرهاب، ولكن لا يقبل بغير الديمقراطية لتسير بلاده. نحن رانا وقت نقول الحكومة تستقيم مناش دعاة فوضى، نحن دعاة ديمقراطية، ما نحبوش نوصلوا للعنف اللي يقسم المجتمع التونسي واللي يؤدي لا قدر الله إلى الحرب الأهلية. إذا نطالبوا بحقوقنا ونطالبوا الناس اللي في الحكم باش يخرجوا، إذا كان هذا خرجت من الحكم سي با لا فان دي مون، ماهيش قدر محتوم على تونس. وهل الفترة اللي عدتها هي في الحكم كانت هل من دليل إضافي كانت عنوان الفشل، عنوان الفشل التام وعنوان السلبية يزينا؟ نعم، نشكرك برشا سي مختار الجلالي القيادي في التحالف الديمقراطي.